لا خويا ما يقدروش يعيشوا بلا مكياج، ضروري المكياج، ضروري السونطوفير، ما كانش ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش شي وحده غتخرج طبيعيه اصلا، ما كاينش بحال الطبيعيه. يقدر يعيشوا بلا سوسيامات، ضروري يقسم بطاكيهم بجميتر عدوس. لا ضروري من دول البرغوث، ما كيسماش دول البرغوث ملي كدير تحيد حيت كحيت طلق زيد تحيد. السيدات بطبيعة الحال يقدروا يعيشوا بلا مكياج، مي دابا كاين واحد المنهج الجميل هو أن المرأة كتبغي تبين المفاتن ديالها، غير هي بدل ما تبينهم في دارها وتفرح بنفسها في دارها كتحاول تبينهم في الزنقة. تو سامبلومون كتغير العالم ديالها العالم اللي على برا. لا ما يقدروش يعيشوا بلا مكياج. لان دابا وليتي كتمشي للدارهم ما كتعرف واش غتاخد هي ولا تاخد الماكياج، ما يمكنش يعيشوا بلا ماكياج، لان الزين دابا ما ولا اصلا بالماكياج المينيكير والبيديكير ومصاريف كثيره، فهمتي؟ تقدر تزاد عليك في هاد المصاريف، تقدر يتزادوا عليك هاد المصاريف حتى في الصداق ديالها، واش بغيتيها بالماكياج ولا بلا ماكياج، فهمتي؟ صراحة لا هي صعيبة عليهم شوية، وحتى راك عارف دابا الوقت تطورات شوية، ولات البنات أي حاجة خرجت في السوق كيبغيو يجربوها، واخا يكونوا عارفين ما غاديش تلاق لهم من وجههم، المهم خاصهم أنهم يجربوها وصافي، وراك عارف ملي كتبدا الماكياج ملي كتشيشها تقطعو كتولي شي حاجة خايبة بزاف، فهمتي؟ يعني البنت من نهار كتبداه ملي كتبغي تقطعو كتكون شي حاجة صعيبة بزاف على أنها تقطعو، دونك تقدر تقول بحال الدراكس ديالهم. والله ما يقدروا بالله بالحلوف وبكل تواضيع. لا تقدر ما تعيش كاع بلا مكياج، عادي المكياج راه عادي، فهمتش؟ تقدر ما نكذبش عليك تقدر تعيش بيه بلا بيه عادي ماشي مشكل، تقدر الدري فهمتي تعيش بلا مكياج. وي بيان سور يقدروا يعيشوا بلا مكياج، على المكياج اش كيدير؟ بالعكس حنايا غير الدريات كنستخدموا ملي كيكونوا مناسبات ولا كنكونوا خارجين مثلا مع صحاباتنا ولا شي حاجه بحال هكايا، اما دا عادي نعيشوا بلا مكياج، اصلا حنا زوينات بلا مكياج، ينقصوا منه حقاش من حاجه كل ما كانت قليله كتجي حسن، كيقول لك الشيء ان زاد عن حد انقلب ضده. اه علاش ما يعيشوش بلا مكياج؟ فين كاين المشكل؟ بالعكس انا يعجبني انا نعيش بلا مكياج نبقى طبيعيه. الله يهديهم هادشي اللي نقول لك، الله يهديهم. بالنسبه لي انا نقدر نعيش بلا مكياج بالنسبه لي انا، ولكن بالنسبه للدريات اون جينيرال ما عرفتش، ولكن كل واحد وكل واحد وكيفاش كيشوف راسو، الا كان الواحد كيثق في راسو راه يقدر يعيش بلا مكياج، وكنشوف في نظري انا المكياج يقدر يكون غير في شي مناسبات خاصه ولا شي حاجه اللي غتكون سبيسيال، ماشي بحال كاع لي جوغ وصافي، هذا هو النظر ديالي. بغيت نقول لكم انه خليو شويه بانكم يبان وجهكم شويه طبيعي، وتبانوا تكونوا راضين على نفوسكم، حقاش اللي غادي يبغيكم غادي يبغيكم كما نتوما بلا ما تزيدوا المكياج، وقدر يكون المكياج هو بحال اللي غادي يزيد يخيبك ماشي غادي يزيد يزينك. الله يهدي ما خلق وهذاك الشيء هيت وفيت، فهمتي؟ يعني واخا طراسي حجبانك واخا ما عرفتش شنو طراسي، الا كانت مكتبه لك واحد الحاجه مكتبه لك، انا ما مكتبهاش لك، انا ما مكتبهاش لك، فهمتي؟ وهاد الدائره ديال الطراسي الحجبان ما كايناش غير في الدريات، راه كاينه حتى في الدراري، فهمتي؟ حتى دابا ولا واحد الظاهره اللي كثرات بزاف، ولا ما بقيتي كتعرف ما بين الدري والدري، ما بقيتيش كتعرف شكون اللي دري دري وشكون اللي دري دري. لا احسن يديروا الحنه والكحل صافي هادشي اللي كاين. اختي ماشي تبقاي مقابله على المرايه، خرجي دوري ماشي يعني سيكون الماكياج تكون شي حاجه، عيشي انت كوني انت، هذا هي الرساله، كوني انت كوني على طبيعتك، ديري مكياج ديري في دارك وفرحي بنفسك، الداخل ديالك يكون فرحان بنفسك وتكوني ثيقه بنفسك، انت جميله سواء بالمكياج او لا بالمكياج، لان الروح تاعك هي اللي كتخرج من عينك وكتبان من العين ديالك، كيبان الجمال تاعك الحقيقي، اذا كوني انت سيداتي. انا مزوق فيكم، حافظوا على وجهكم وحافظوا على البشره ديالكم، راه الوجه ديال الله ماشي ديالكم، مباركه من الجلاخ.